طلبتي الأعزاء طالباتي العزيزات، يسعدني أن ألتقي بكم في حصة أخرى من حصص مادة مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية. وسنتطرق في هذه الحصة إلى منهجين من مناهج النظرية، والمنهج التاريخي والمنهج المقارن. المنهج التاريخي هو المنهج الذي عندما يدرس الظواهر يرجع إلى تاريخها، أي إلى ماضيها. فاستعمال المنهج التاريخي هو العودة إلى ماضي الظواهر. وفكرة هذا المنهج تعتبر أن حاضر الأشياء لا يفهم إلا بالعودة إلى ماضيها. فلفهم النظام السياسي والدستوري المغربي لا يمكن أن نتجاهل نظرية الحكم وتاريخه الذي هما لديهما امتداد في الماضي. الممارسات والشكل والمظهر الذي تظهر أو يظهر عليها النظام المغربي هو تشكل تاريخي، نتيجة تشكل تاريخي. لفهمه بالتالي لا بد من العودة إلى الماضي. لفهم ظاهرة الأحزاب في المغرب لا بد من العودة إلى الماضي. لفهم الجماعات واللامركزية في المغرب لا مناص من الرجوع إلى الماضي. لفهم القانون وصورته ومكانته في المجتمع لا مناص من الرجوع إلى الماضي. الماضي هو الذي يحدد الحاضر، ما كانت عليه وما وقع بها من تفاعلات عبر التاريخ هي التي تحدد صورته وتجعله على ما هو عليه اليوم. هذه هي فكرة المنهج التاريخي، الرجوع إلى الماضي لفهم الحاضر، العودة إلى الماضي لفهم الحاضر. هذه هي فكرة المنهج التاريخي. ولكن يجب أن نوضح أن المنهج التاريخي منهج تفسيري يفسر. بالتالي لا نقصد بالمنهج التاريخي طريقة السرد، ربما التأريخ. لا نقصد بالمنهج التاريخي الرجوع إلى الماضي لسرد الأحداث في تسلسل تاريخي، بل الرجوع إلى الماضي للتفسير، للفهم. والتفسير والفهم هو عمل للإجابة على أسئلة بعمق أكبر من قبيل لماذا وما السبب، أو للكشف عن القوانين التي حكمت تطور الظاهرة وحكمت مسارها وأنتجت واقعها الذي هي عليه اليوم. وبالتالي ماشي أي باحث قام بسرد التاريخ أو بسرد الأحداث في تسلسل تاريخي قد استعمل المنهج التاريخي. هذا ليس هو المقصود بالمنهج التاريخي. المقصود بالمنهج التاريخي العودة للتفسير، العودة للفهم. فهم ماذا؟ فهم الأسباب، فهم العوامل المتحكمة في
مسار وتطور ظاهرة من ظواهر وكشف الانتظامات التي حصلت في هذا المسار. فالأسرة المغربية ليست وليدة مدونة الأسرة التي صدرت في بداية هذه الألفية. الأسرة المغربية نتاج تشكل تاريخي ولها امتداد وعوامل كثيرة تحكمت وأفرزتها عبر التاريخ ومنذ مجيء الإسلام أو حتى في بعض الأحيان قبله. كذلك الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية، فهي لها امتداد في الثقافة وفي المجتمع، وأيضا لها أصول ممتدة إلى التجربة الفرنسية في المغرب. بالتالي لا يمكن أن ندرس هذه الظاهرة دون التركيز على هذا البعد الهام الذي يفسر حاضر ظاهرة الأحزاب. كذلك الشأن بالنسبة للامركزية، فأي دارس يحقب المراحل التي تطورت أو مرت منها اللامركزية في المغرب، ليس هناك أي باحث لا يشير إلى مفهوم أو مؤسسة الجماعة وأصولها وتقاليدها ومؤسساتها ومصادرها التي كانت قبل حتى قبل مجيء الاستعمار الذي نقل إلينا مفهوم الجماعة بطريقة ووفق فلسفة أخرى. وبالتالي فهذا المنهج يتم اعتماده في دراسة مختلف الظواهر السياسية والاجتماعية والقانونية، كلها لها بعد تاريخي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وبالتالي تلجأ أو يلجأ إلى المنهج التاريخي لدراسته، ولكن بالاحتياط الذي أشرت إليه، وهو أن المنهج التاريخي ليس هو سرد التاريخ، ليس هو سرد الأحداث، بل تفسير أو هو مجهود يروم ويذهب إلى الماضي لتفسير حاضر الظاهرة، للبحث عن الأسباب، للبحث عن العوامل التي أفرزت الظاهرة، للبحث عن العوامل التي تحكمت فيها طيلة مسارها التاريخي، للتحقيب، للبحث عن المراحل التي عكست تطور هذه الظاهرة وما يميزها. فيجب أن يستعمل بهذا الاحتياط وباحتياطات أخرى نبه إليها رواد هذا المنهج، ومن جملتهم ابن خلدون. ابن خلدون الذي هو رائد بل ومؤسس من مؤسسي علم التاريخ، ومن موظفي من الناس الذين وظفوا مناهج وأصول المنهج التاريخي. هؤلاء الرواد الذين عادوا كابن خلدون إلى الدولة في شمال إفريقيا، فحدد العوامل التي تؤدي إلى تأسيسها والعوامل التي تؤدي إلى انحطاطها وتدهورها والمراحل التي تمر منها من نشأة وأوج أو وج وتدهور. وبالتالي لم يكن تناوله للأحداث تناولا سرديا، بل تناولا تفسيريا، حاول أن يفهم لماذا وكيف وما هي الأسباب التي تتحكم في سير أو تطور الدول. فبهذا التوظيف
يمكن استعمال المنهج في دراسة الجماعات اللامركزية، في دراسة النظام المغربي، في دراسة قضية المرأة، في دراسة القضية الثقافية، في دراسة مختلف القضايا. نرجع إلى التاريخ للفهم وللتفسير. وتجدر الإشارة إلى عدد من الاحتياطات التي يوصي بها رواد علم التاريخ أو علماء التاريخ، من جملتها عدم الثقة في الرواد. الكثير من رواد الحدث التاريخي ليسوا، وأثبت العلم أنهم لم يكونوا صادقين أو على نفس درجة الصدق في رواية الحدث التاريخي. وبالتالي فالعالم الذي أو الباحث الذي يستعمل المنهج التاريخي يجب أن يحتاط في هذا المجال ويتحقق من الأحداث التي يسمع بشأنها روايات. من جملة الاحتياطات أيضا أن الحدث التاريخي أو أن التاريخ ليس صنيعة الأبطال، يجب بالتالي الكف عن اعتقاد أو الكف عن الخضوع لمقاربة تبسيطية اختزالية تعتبر أن الحدث التاريخي يصنعه الأفراد الأبطال. فمن يريد أن يتناول حدث تاريخي ما فيجب أن يكون تناوله له بالتعرض لسياقه ولمختلف الفاعلين في ذلك الحدث ولجميع أدواره. فعندما نقول أن جمال عبد الناصر أمام قناة السويس، فلا يجب أن نكتفي بهذه الرواية ونستند إليها ونسلم بصحتها، فهي فعلا صحيحة والذي أعلن عن القرار، ولكن القرار ساهم فيه كثير من الأطراف داخل مصر وأطراف في المحيط الدولي. يجب أن نكشف عن دور الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال، ونسلط الضوء على ردود الأفعال، أفعال الغرب، أفعال الجيران كإسرائيل. فكذلك حتى لا أذكر بعض الأحداث الأخرى التي نتحدث عنها دائما كحالة صلاح الدين الأيوبي أو غيره من الشخصيات التي عرفها التاريخ. فهذه الشخصيات لم تكن صانعة للحدث لوحدها، لم تصنع الحدث وحدها، بل الحدث كان صنيعة، وبالتالي صنيعة يعني فاعلين آخرين ومحيط كامل. وبالتالي على الذي يدرس الحدث التاريخي أن يركز على مختلف الفاعلين فيه وعلى سياقه ومحيطه وظروفه كاملة. فهذه مجمل الاحتياطات التي يوصي علماء التاريخ باتخاذها. فالأحداث يجب أن نتحقق منها ولا نسقط في اختزال التاريخ إلى أفعال أشخاص. وكذلك أريد أن أشير إلى أن التاريخ يستعين بعدد كبير
من التخصصات ومن العلوم التي هدفها التحقق من الحدث والتحقق من صدق الوثائق التي تروي التاريخ. وهذه أيضا من جملة التوصيات التي يوصي بها علماء التاريخ، أن لا تاريخ بلا وقائع. فالتاريخ ليس ظنون، فحيث لا وثيقة، وثيقة بمفهوم واسع، كل ما يدل على الماضي من آثار، حيث لا وثيقة لا تاريخ، لأن التاريخ لا يدخل مرحلة الظن، لأنه لا يبنى ببساطة على الظنون وعلى التخيل أو المحاكاة. التاريخ يقوم على الوثائق التي تؤكد الحدث التاريخي، تؤكد وقوعه وتؤكد الشروط التي وقع خلالها. ننتقل الآن إلى منهج آخر يستعمل في مجال العلوم الاجتماعية، وهو المقارنة أو المنهج المقارن. المنهج المقارن هو الأبسط يعني في مجال الشرح بالنسبة، على الأقل بالنسبة لي، فهو يقوم على دمج ظاهرتين أو أكثر في نفس عملية الدراسة، في نفس عملية الدراسة، دمج ظاهرتين أو أكثر في نفس عملية الدراسة. لماذا؟ للكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. فغايته وهدف المنهج المقارن هو الكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف الموجودة بين الظواهر، بين ظاهرتين وأكثر. لذلك التعريف المنهج المقارن هو منهج يجمع أو يدمج ظاهرتين أو أكثر في نفس عملية الدراسة بهدف الكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها. هنا نستطيع أن نتصور عدد من مواضيع الدراسة التي يمكن أن نخضعها للمنهج المقارن. المقارنة بين الجامعة المغربية والجامعة الإسبانية، المقارنة بين البرلمان المغربي والبرلمان الفرنسي والألماني، المقارنة بين الجماعة في المغرب والجماعة في الجزائر وفي تونس، المقارنة بين المحاكم المغربية والمحاكم في مصر. فالمقارنة تفترض دائما ظاهرتين. لماذا أو أكثر طبعا، لماذا ظاهرتين أو أكثر؟ لأنها مقارنة وتهدف إلى الكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. فتكون منهجية بالبساطة التي تبدو عليها، نخضع عدة ظواهر. فنضع أولا مبحثا أول الأوجه الشبه، ثم في جزء آخر أوجه الاختلاف فنرصدها، وبالتالي يتضح حتى تصميم الباحث إذا أراد أن ينتقل إلى مرحلة صياغة موضوعه. فيصوغ أولا أوجه الشبه، ثم يصوغ أوجه الاختلاف بطريقة تركيبية ودامجة، وليس بالطريقة التي يمكن أن يتصرف بها
البعض حيث يتطرق مثلا للنموذج المغربي ثم للنموذج الفرنسي. هذه ليست مقارنة، المقارنة تقتضي أن ندمج الظاهرتين معا، أولا على مستوى أوجه التشابه، وثانيا على مستوى أوجه الاختلاف. فنقارن بين البرلمان من حيث الشكل مثلا، عدد أعضاء البرلمان، من حيث الاختصاصات التي يتوفر عليها البرلمان، من حيث عدد الأحزاب الممثلة فيه بالنسبة لفرنسا ومصر. ثم نأتي إلى وجه اختلاف، مثلا نقول اختلاف في الميزانية، اختلاف في الاختصاصات، اختلاف في الشكل، إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف. فهذه هي غاية المنهج المقارن، يدمج ظاهرتين أو أكثر في نفس عملية الدراسة بغاية الكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.